الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل دراستنا في سفر يشوع إصحاح 11. فلما سمع يمين ملك حاصور أرسل إلى يوباب ملك مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي كمروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غربا، الكنعانيين في الشرق والغرب والأموريين والحيثيين والفرديين واليبوسيين في الجبل والحويين تحت حرمون في أرض المصفاة. فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة، بخيل ومركبات كثيرة جدا. فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بمعادن وجاءوا ونبلوا معا على مياه نيرون لكي يحاربوا إسرائيل. فقال الرب ليشوع: لا تخافهم، لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. شفنا المرة اللي فاتت ان الجزء الجنوبي ازاي ان يشوع قدر يحقق نصرة لشعبه من خلال معونة الله، لما تجمع خمس ملوك تحت قيادة ادوني صادق اللي هو ملك اورشليم. وشفنا ان الزمن والطبيعة بيخضعوا ليشوع لما وقف الشمس من اجل ان الله يتم نصرته وعمله مع الشعب. وكنا وقفنا ان دلوقتي شعب اسرائيل اخذ المنطقة الوسط من ارض الموعد غرب نهر الاردن اللي هي عاي واريحة، واخذ المنطقة الجنوبية، يتبقى المنطقة الشمالية اللي فوق عشان يكمل استلامه لكل ارض الموعد من الشمال الى الجنوب. حقيقة ان المنطقة الشمالية زي ما احنا قرينا دلوقتي كانت منطقة فيها شعوب كثيرة، عدد الشعوب اللي احنا قريناهم 8 شعوب، فتحركوا تحت ملك اسمه يانين ملك حاصور. ملك يانين ده لقب الملك مش اسمه ولقبه، زي مثلا فرعون ده لقب الملك اللي موجود في مصر. المرة دي انتقل شعب اسرائيل من حرب الى حرب اخرى، وهتلاحظوا حاجة ان كل ما ياخدوا حاجة ويمتلكوا ارض يتم وعد ربنا ليهم، كل ما الحرب تبتدي انها تشتد اكتر واكتر واكتر. كل ما ياخدوا خطوة ناحية ربنا وربنا يتمم وعد ليهم الحرب تشد عليهم اكتر. في الاول كانوا يحاربوا بلد واحدة اريحة او يحاربوا عاي وينتصروا. شفنا المرة اللي فاتت ان 5 ملوك اتجمعوا علشان يحاربوا شعب الله. كل ما ينتشر شعب الله كل ما الحرب تشتد عليه وتزيد اكتر. المرة دي 8 امم تجمعوا، بس المرة دي بقى مش زي كل مرة، ده الجيش اللي بيحاربهم في 3 صفات مميزة. اولا عدد الجيش يقول عنه يوصفه كرمل الايه البحر، ويقدرهم المؤرخ يوسفورس اللي بيؤرخ تاريخ اليهود انه كانوا 300,000 من المشاة و100,000 من الفرسان، فعدد غفير جدا هيواجهوا شعب اسرائيل من جهة عدد الجيش عدد كبير، ومن جهة العدة المرة دي هيبتدوا يواجهوا ايه بقى، مش شعب عادي حربوه بالسيف، ده عندهم زي ما بيقول الكتاب مركبات بخيل ومركبات كثيرة جدا، ده عندهم عدد حربية مركبات حديدية مدرعة، وبيقدرها يوسفورس بانها كانت حوالي 20,000 مركبة. جيش او مش جيش واحد بقى، ده جيوش مجهزة بعدد كبير وبعدة وبأسلحة. وشعب اسرائيل كان شعب بدائي،
ده كان لسه عمال يتجول من مكان لمكان، لا عنده حضارة ولا عنده أسلحة ولا عنده استعدادات ولا عنده أي حاجة. عشان كده المواقع الشمالية أو الحرب الشمالية كانت حرب شديدة جدا على شعب إسرائيل، ده بيواجهوا أعداد كتيرة والأعداد دي مسلحة ومجهزة. وبعدين يقول التعبير اللطيف اللي قاله في عدد 5، فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بمعاد. بمعاد يعني ايه؟ متفقين على موعد معين ان كلهم يتجمعوا ويواجهوا شعب الله مواجهة في وقت واحد. لما تشتد الحرب على الانسان، لما يبتدي الانسان يعيش مع ربنا ويحس ان في حياته ابتدت مشاكل تظهر، يقول لما كنت عايش بعيد عن ربنا ما كانش في حياتي مشاكل، ليه لما قربت منه ابتدت المشاكل تظهر؟ حقيقة ان عدو الخير مش هيسيبك تعيش مع ربنا، ولازم تعرف كده اذا كنت بتقرب من ربنا خطوة، وكل ما تزيد خطوة كل ما الحرب هتشتد ضراوة. دلوقتي شعب الله بيواجه جموع غفيرة جدا، وجيش وجيوش مجهزة على احسن او ارقى ما وصل اليه فن الحرب، بمركبات من خيل وبمركبات بفرسان، وهم ناس ماشيين على رجليهم، ما عندهمش حتى اسلحة، ما عندهمش سيوف. وكل دول اتفقوا بمعاد. ساعات الواحد في حياته كده يبص يلاقي ان في مشكلة ورا مشكلة عمالة تحصل في حياته، وكأن المشاكل اتفقت مع بعضيها بايه؟ بمعاد. عمال يطلع من نقرة ينزل في ضحديرة، ويبتدي الانسان يستغرب ليه هو ربنا فين، وليه سيبني ربنا، وليه اتبهدل، وليه كل المشاكل تتجمع في وقت واحد. هي ان عدو الخير بيجمع كل هذه الجيوش بمعاد، لكن اطمن اذا كان دول بيتجمعوا بمعاد فربنا عنده معاد تاني برضك بيجهزه. عشان كده نشوفه في عدد 6 يقول ليشوع، فقال الرب ليشوع لا تخافهم، لاني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم ليدك. اذا كانت قوات الشر ليها معاد بتتكاتف فيه ضد الانسان لكي ما تضيعه، لكن ربنا عنده ميعاد اخر غدا في مثل هذا الايه الوقت، تتمتع بحضوري وتتمتع بنصرتي. كل ما تشتد الحرب ما تخافش منها، لاني انا حاضر، ما تخافش، لا تخافهم، ما ترتعبش منهم. اذا كانت في قدامك مشاكل بالكثرة ومشاكل بالصعوبة بالعدد وبالعدة وبالامكانيات، وتقول اعمل ايه قدام الامكانيات المتكثفة ضدي ومجتمعة بمعاد، لكن هناك ايضا ميعاد الله يعطيه للانسان، الانسان اللي عايش معاه، ان كل قوة وكل آلة صورت ضدك لا تنجح، ما تخافش منهم. اجمل وعد الانسان بياخده من ربنا لما بيمشي معاه انك ما تخافش، ما تخافش من حاجة. الله ينزع القوة باستمرار من يشوع ومن شعبه، زي ما احنا شايفين كل مرة ربنا بيديله هذا الوعد، ما تخافش منهم، ما تخافش من الشيطان، ما تخافش من الطبيعة، ما تخافش من الشر، ما تخافش من الخطية، ما تخافش من الانسان، ما تخافش من المرض، ما تخافش من المستقبل، ما تخافش من المجهول، ما تخافش من حاجة، لاني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم ليدك. انت ليك سلطان عليهم، ليك سلطان على الكثرة، وليك سلطان على الامكانيات الجبارة المتكافة ضدك. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، صورت يعني صنعت خصيصا لكي ما تكون ضدك، مش هتنجح، مش هتفلح. فربنا قال له كل الكثرة ده هي بكل التعداد والعدة بتاعتهم وكل اتفاقهم ضدك
مش هيقوم ومش هيكون، لاني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم جميعا قتلى امام اسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. امكانياتهم اللي بيواجهوك بيها وحاسين ان عندهم قوة بالامكانيات اللي معاهم، الامكانيات دي هتنتصر عليها حتى لو ما كانش انت عندك اي امكانيات اطلاقا. فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم، وفي بقعة في نهر ميروم اتقابلوا شعب الله امام تلك العدة الكبيرة المجتمعة امامهم بغتة وسقطوا عليهم. واللطيف ان اللي بيبدأ بالهجوم يشوع القليل في العدد وفي العدة، يشوع هو اللي بيهاجم لانه كان متمتع بحضور الله وكان متمتع برؤية واضحة ان الله نزع الخوف منه، عشان كده هو اللي ابتدى وسقط عليهم. فدفعهم الرب بيد اسرائيل، وكانت النصرة ليهم لان ربنا اراد لشعبه انه ينتصر عليهم. فضربوهم وطردوهم الى صيدون العظيمة والى مسرفوت ناين والى بقعة مصفاه شرقا، فضربوهم حتى لم يبقى لهم شارب. اذا كان قوات للشر والخطايا كتيرة بتتجمع والخطية بامكانياتها الجبارة سواء بتخويفها او باغراءها بتتجمع ضدي، لكن الله يعطيني نصرة لما اكون في علاقة معاه، لما يكون هو حاضر موجود في حياتي. لا اغراءات الخطية بالرغم من امكانياتها الجبارة ولا بسلطان الخطية تقدر تنتصر عليا، حتى اني انا انتصر عليها ولا يبقى لها شارب. ففعل يشوع كما قال له الرب على حسب الكلمة اللي ربنا قالها له ووعد ربنا. تمم يشوع فعرقب خيلهم واحرق مركباتهم بالنار. عرقب خيلهم يعني قطع الاوتار بتاعت ارجل الخيول عشان الخيول تتشل، ما تعرفش تجري، ما تعرفش تمشي، ما تعرفش تقف. واحرق المركبات الحديدية بالنار. قد ممكن واحد يتسأل يقول طب مخسارة، كانوا شعب اسرائيل اخذوا المركبات دهيت والخيل دهيت وكونوا لنفسيهم جيش جبار، ليه بوظ ربنا الخيل والمركبات دهيت؟ لان ربنا مش عايز امكانيات الشر انا استغلها في حياتي ليا، ما استفدش من الشر لان الشر ما يدومش. وفي نفس الوقت يظل اعتمادي في النصرة على شخصه، زي في المزمور يقول هؤلاء بمركبات وهؤلاء بايه؟ بخيل. دول جايين بمركبات وبخيل، هم عثروا وسقطوا ولكن نحن قمنا واستقمنا، عوننا باسم الايه؟ الرب. احنا انتصرنا من ربنا، اتكلنا على ربنا مش على امكانيات الشر. في واحد يجي يعاديني او واحد يجي يأذيني الناس تدفعني، طب ما تبدله شر بشر، زي ما عمل فيك اعمله، زي ما بيخدعك اخدعه، زي ما بيغدر بيك اغدر بيه. استغل امكانيات الشر، ممكن تأذيه، ممكن تتدلع عليه، ممكن تستري عليه زي ما بيعمل فيك واحدة بواحدة. لكن احنا لا، ما ندفعش عن نفسينا بالمركبات وبالخيل وبامكانيات الشر، لكن احنا باسم الرب الهنا ننمو وباسم الرب الهنا نتكل. كل ما الناس تزقني عشان انتقم لنفسي وعشان اشتغل كل امور الشر وامكانيات الشر عشان ارد على الشر اللي جايلي، ربنا قال لشعبه لا،
كان ممكن ياخدوا تلك المركبات ويفتخروا بيها واعتمدوا عليها، لكن قال لهم اعتمادكم يظل علي، قائم علي. زي المزمور اللي صليناه دلوقتي في مزامير النوم، يقول لا يؤثر قوة الايه فرس، ربنا ما بيفضلش قوة الفرس، لكن بيفضل القوة اللي هو بيعطيها للانسان، مش امكانيات الشر والخديعة والغش والاحتيال. يقولوا كل الناس وكل العالم عايش بالغدر وبالخديعة وبالاحتيال، كله قبل ما ياكلك، افتري عليه قبل ما يفتري عليك، لكن احنا لا، احنا اتصلنا واتكلنا على الرب، ما نبدلش الناس الشر بالشر، وما نعتمدش على قوة الشر عشان ناخد حقوقنا وعشان ننجو من شر. عشان كده في المزمور يقول باطل هو الفرس لأجل الخلاص، يعني الخيل ما ينفعش يصنع خلاص، وبشدة قوته لا ينجي. الاعتماد على الشر والإمكانيات البشرية والخديعة البشرية لا تستطيع أن تعطي نجاة، لكن عوننا باسم الرب، اتكالنا باسم الرب، ملجأنا هو إله يعقوب. عشان كده ربنا قال له عرقب الخيل واحرق المركبات لكي ما يظل شعبه معتمد على الله وملتصق بالله. بنشوف ان ربنا بيعطي شعبه نصرة حاسمة، نصرة قاطعة على الجيوش الكتيرة في العدد وفي العدة والمتفقة بمعاد، لان الله ليه معاد اخر يقابل معاد الشر. اذا كانوا هم بيرتبوا للشر بتاعهم، فالله ايضا بيرتب لنصرة الانسان الملتصق بيه. كانت نصرة حاكمة شعب الله اختبرها وجازها، لكن برغم ان هو انتصر هذا الانتصار العظيم، لكن نشوف انه كان لازم يعيش هذه النصرة باستمرار. عشان كده برغم ان المنطقة كلها من الشمال للجنوب دلوقتي بقى شعب الله منتصر عليها ومخضعها ليه، الا ان احنا بنشوف لسه في حروب تانية هيخشوها في سفر القضاء. لازم تستمر النصرة دي وتكتمل باستمرار، يحيوها في اختبار من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد، يسيرون من قوة الى قوة. النصرة دي مش مرة واحدة وخلاص، لكن حياة الانسان بيعيشها، لان طول ما الانسان عايش في الارض هيواجه طيارات الشر مجتمعة، لكن النصرة مضمونة بالله اللي احنا ملتصقين بيه. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكم عليك، لان انت ماشي صح، لان انت ملتصق بالهك. في عدد 10 يقول ثم رجع يشوع في ذلك الوقت واخذ حاصور، اللي هو ملك هيايين اللي كان اساس التجمع كله، وضرب ملكها بالسيف لان حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك. كانت هي الرأس، هي اللي عملت الاتفاقية بين كل ممالك الشمال، وهي اللي جهزت كل العدة، وهي اللي اتفقت على الميعاد. فتوجه يشوع عشان يضرب الرأس. خدوا بالكم باستمرار، احنا في حياتنا بتبقى فيه خطايا كتيرة، لكن الخطايا الكتيرة دي ليها رأس، في خطية رئيسية. الخطية الرئيسية دي هي اللي بتتولد منها الخطايا الفرعية. احنا في اوقات كتيرة بنقعد نحاول نتخلص من الخطايا الفرعية، لكن سايبين الخطية الايه الرئيسية موجودة. ربنا بيقول لك لا، واجه الرأس، لانك لو واجهت الرأس الخطية الرئيسية في حياتك، الخطية الرئيسية دي ممكن اروح اعترف بالاف من الخطايا الفرعية واتنازل وارفض الاف من الخطايا الفرعية، بينما قلبي جوه متمسك بالخطية الرئيسية، مش عايز اتوب عنها، مش عايز اعترف بيها. ربنا يقول لك اضرب الرأس،
ده الوعد اللي اداه لحواء والادم نسل المرأة يسحق رأس الايه الحية. بالضبط زي واحد عمال يحارب الحية بانه ماسك في ديلها وسايب الرأس. طب الرأس يا حبيبي حيلتفت ويهبك، لكن عشان تنتصر مصر حقيقية لازم تضرب الرأس. لو ضربت الرأس الجسد كله ينتهي. لو انتصرت على رأس الحية الخطية الرئيسية، او زي ما بيسموها الاباء الخطية المحبوبة جدا مني، ممكن نتنازل عن خطايا كتير، لكن في خطية معينة مش عايز اتنازل عنها، دي هي الرأس، دي هي اصل التعب. مهما تنازلت عن خطايا فرعية وخطية الرأس موجودة هتفضل تعبان، لكن لابد انك تسحق رأس الايه الحية. رأس الحية الشيطان، خطية الاساسية الرئيسية، الخطية الاولى في حياتي، لازم ان هي دي تندات. عشان كده يشوع ده اللي عمله، ان بعد ما اتم النصر على الجموع الغفيرة توجه للرأس اللي كانت اصل الشر كله المجتمع ضده، وضربوا كل نفس فيها بحد السيف وحرموهم ولم تبقى نسمة ابدها عن اخرها، واحرق حاطور بالنار. ده الانسان الشاطر بقى اللي يبيد الخطية بكل اثرها بروح الاحراق اللي اتكلم عنه اشعياء النبي، بروح الاحراق، بروح التقدير، زي ما النار بتبيد وتطهر ولا تبقي اثر للخطية. ده اللي عمله يشوع، انه احرق حاطور بالنار، ضرب الرأس واباد كل شيء، لم تبقى نسمة. فاخذ يشوع كل مدن اولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف وحرمهم كما امر موسى عبد الرب، زي ما جه في سفر التثنية على فم موسى، ان تلك الشعوب الوثنية اللي انحطت لمستوى منحدر من الاخلاق ينبغي ان تباد. غير ان المدن القائمة على تلالها لم يحرقها اسرائيل ما عدا حصور وحدها احرقها يشوع، وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو اسرائيل لانفسهم. واما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى ابادوهم، ونهبها بنو اسرائيل لانفسهم. اما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى ابادوهم لم يبقوا نسمة، كما امر الرب موسى عبده هكذا امر موسى يشوع، وهكذا فعل يشوع، لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب. ايه لطيفة قوي، لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب. فوتش حاجة، تمم كل حاجة بحذافيرها. من زي ما انتم عارفين ان يشوع كان رمز للمسيح اللي هيصنع كل شيء حسب ارادة الاب، ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. لم يهمل شيء من كل ما امر به الرب. لو عايزين اختبار نصر حقيقية في حياتنا، ما نهملش شيء، حتى لو كان امر احنا بنستهون بيه نقول ان هو امر صغير او امر ليس ذو قيمة. ما نهملش شيء من كلام ربنا، ما نهملش كلمة حرف، لان هو قال كده السماء والارض تزولان لكن حرف واحد من كلامي لا يزول. فاخذ يشوع كل تلك الاراضي الجبل وكل الجنوب وكل ارض جوشن والسهل والعربة وجبل اسرائيل وسهله، من الجبل الاقرع الصاعد الى سعير، سموه جبل الاقرع لان ما كانش فيه شجر او خضرة، بعكس بعيد جبال فلسطين. اللي يشوف فلسطين عبارة عن جبال، والجبال دي كلها مكسية خضرة. الى بعلي جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون،
وركب جميع ملوكها وضربهم وقتلهم. فعمل يشوع حربا مع اولئك الملوك اياما كثيرة، واستمرت حرب امتلاك ارض كنعان لمدة 7 سنين. وهنشوف ازاي احنا عرفنا المدة دهية في الاخاحات اللي جاية. لكن ظل يحارب حتى ما اخضع كل منطقة ارض كنعان ارض الموعد ايام كثيرة 7 سنين. وليه الحرب طالت في الفترة دهية برغم ان كان شفنا زي المرة اللي فاتت ربنا نطرهم في كذا موقع ورا بعض في ايام قليلة، لكن ليه ربنا سابهم يحاربوا فترة كبيرة؟ اول حاجة لان ربنا كان عايز يدي فرصة للشعوب الوثنية ده هي انها ترجع وتتغير وتتوب. كان عايز يديها فرصة انها تتغير، وهنشوف ان بعض الشعوب اتغيرت وتابت ورجعت. دي اول حاجة ربنا بيدي فرصة عشان الناس تقدر تفلت من الدينونة. تاني حاجة ربنا قال لهم كده سفر التثنية من الاول، مش ههلكهم قدامكم مرة واحدة، لكن ههلكهم امامكم تدريجيا لكي لا تكثر عليكم وحوش الارض. كان ربنا بيعمل التوازن الحقيقي بين قوانين الطبيعة. لو الارض دي كلها خلت مرة واحدة من الشعوب دهية، الوحوش اللي موجودة هتهاجم شعب الله. لهم مش ههلكهم لكن مرة واحدة، لكن اهلكهم تدريجيا لكي لا تكثر عليك وحوش الارض. كان ربنا كمان بيدي حماية لشعبه وترتيب لشعبه من امام وحوش الارض اللي موجودة. وربنا اراد انه يعلم شعبه الصبر، وان الموضوع يجي بالتدريج والتغيير يجي بالتدريج والامتلاك يجي بالتدريج مش مرة واحدة. بصبركم تقتنون انفسكم. ولم تكن مدينة صالحة بني اسرائيل الا الحويين سكان جبعون، بل اخذوا جميعا بالحرب لانه كان من قبل الرب، كان من قبل الرب ان يشدد قلوبهم حتى يلاقوا اسرائيل للمحاربة فيحرموا فيحرموا فلا تكون عليهم رأفة بل يبادون كما امر الرب موسى. اول حاجة نشوف ان في بعض الناس استفادت من المهلة اللي ربنا اداها واتغيرت، زي رحاب الزانية امنت باله اسرائيل وجت والتصقت بشعب اسرائيل. شفنا الجبعونيين لما حسوا بخطورة الموقف جم والتصقوا بإله إسرائيل وطلبوا اسم الرب إله إسرائيل. فربنا حتى في الدينونة بتاعته بيدي فرصة للإنسان إنه يتوب يتغير. الشعوب الوثنية اللي كانت وصلت لمستوى انحطاطي في الأخلاق وفي التصرفات وفي العبادة الوثنية وفي الاتصال المباشر بالشياطين الجان والتوابع، وربنا تمهل عليهم وقت كبير من اي من ايام ابونا ابراهيم، ادهم 400 سنة ان هم يتوبوا ويتغيروا لكن ما تابوش، وبعدين ادهم 40 سنة وهم شعبين شايفين شعب اسرائيل عمال ياخد مدينة ورا مدينة، وان الله بيشق البحر قدامه والنهر قدامه. وبعدين ادهم فرصة تانية 7 سنين عشان يفوقوا ويرجعوا عن الاسم ويلتصقوا بيه ويرجعوا اليه، لكن استنفذوا كل المهلات وكل الفرص اللي ربنا اداها لهم فكان لابد من الدينونة. بالتعبير العجيب اللي بيقوله لانه كان من قبل الرب ان يشدد قلوبهم، يعني ربنا شدد قلوبهم عشان يوصلوا للهلاك ولكي لا تكون لهم رأفة. الله معقول يا رب انت اللي تعمل كده؟ ما هو نفس التعبير اللي قاله على فرعون، وقص الرب قلب ايه فرعون، بس ربنا ما قساش قلب فرعون الا بعد ما فرعون هو اللي ايه
قسى قلبه. عشان كده شفنا في سفر الخروج ان في الضربات الاولانية يقول وقسى فرعون قلبه ورفض انه يخضع لربنا. وبعدين بصينا لقينا الصيغة اتقلبت بقى من اول الضربة السبعة، وقسى الرب قلب ايه؟ فرعون. ايه معنى ربنا قسى قلوبهم او ربنا شدد قلوبهم؟ ربنا سابهم لقساوة قلوبهم. اذا كانوا هم مصرين، اذا كان الانسان مصر على عدم التوبة وعدم الرجوع، في لحظة الله يتركه، يسيبه لقساوة قلبه، لانه مش عايز فما يقدرش يرجع. لان الانسان ما يقدرش يرجع لوحده، الانسان بيرجع بمعاملة الله ليه، توبني يا رب فايه فاتوب. لكن الانسان مش عايز بقى ربنا، ربنا بيسيبه يعمل اللي عايزه، يتركه لقساوة قلبه. ربنا هو اللي بيلين القلب، فاذا تخلى الله عن القلب ده هو ينشف القلب ده لوحده ويجمد. لان في زمن توبة محدود للانسان، لو فضل الانسان يعاند وما استغلش فرصة التوبة هيجي وقت ربنا يسيبه بقى، ربنا يسيبه. اسلمهم الى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. الناس اللي رفضت انها تبقي معرفة الله في ذهنها، وربنا حاول معاها مرات كتيرة وهم رافضين، يقول اسلمهم الى ذهن مرفوض، عشان كده ملهمش رأفة، عشان كده قلبهم بيتقسى، عشان كده كان مصيرهم الهلاك. فالله طول باله وادى فرص كتير لتلك الشعوب انها تتوب وترجع، عشان محدش يقول ايه القسوة دي، وليه ربنا يملك شعبه بالقسوة دهية، وليه ربنا يدي شعبه انه ينتصر ويصنع بهؤلاء الامم هذا. لا، ده حتى شعبه، شعب اسرائيل، لما رفض انه يتوب ربنا سلمه كمان هو للايه؟ للهلاك. اداله فرص كتيرة، ارسل له انبياء كتيرة من قبل انه يتوب ويتغير، لكن لانه اصر على خطيته واصر على عناده سلمهم للسبي وللهلاك وللدمار وشتتهم في كل الارض. الله في معاملاته يمنح الانسان فرص كتيرة، لكن اذا اصر الانسان على عناده يسلمه الله الى ذهن مرفوض، فلا تكون رحمة للانسان ولا تكون رأفة للانسان. لكن في ناس استفادوا من الفرصة دهية، تابوا ورجعوا وتغيروا، زي رحاب وزي الجبعونيين. فهنا نشوف ان ربنا تركهم لقساوة قلوبهم لكي لا تكون لهم رأفة. وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقين من الجبل من حبرون ومن ديبر ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل اسرائيل. بني عناق او العناقين دول اللي هم كانوا مشهورين بضخامة جسمهم، ودول اللي لما راحوا جواسيس يتجسسوا ارض الموعد ورجعوا قالوا شعب اسرائيل ان لما شفنا الناس دول كنا في اعينهم كالايه؟ كالجراد، يعني احنا بالنسبة لهم زي الجرادة. وخوفوا الشعب ايام موسى، لكن يشوع وكالب ابن يفنة كان ليهم رؤية تانية ان ربنا هينصرهم عليهم. وفعلا الرؤية اللي شافها يشوع وكالب ان ليهم النصرة، فعلا اخضعوا بني عناق وانتصروا على بني عناق العناقين الجبابرة. لان رؤية الايمان بيبقى لها رؤية مختلفة عن رؤية العيان. حرمهم يشوع مع مدنهم فلم يتبقى عناقيون في ارض بني اسرائيل، لكن بقوا في غزة وجت واشدود. الاماكن غزة وجت واشدود دي هي ارض الفلسطينيين، واللي كان منهم طلع بعد كده جليات الجبار كان من جت. جليات الجبار كان زي العناقين. فاخذ يشوع كل الارض حسب كل ما كلم به الرب موسى، واعطاها يشوع ملكا لاسرائيل.
حطت فرقهم واصباطهم واستراحت الارض من الحرب. وهنا نشوف وعد الله يتم ويتحقق بكل حذافيره. كلمة اللي ربنا اداها لابونا ابراهيم وظلت الزمان الكبير ده 447 سنة ينتظر تحقيق هذا الوعد. الله يتمم كل كلمة وينفذ كل وعد قاله شعبه، ويتمم يشوع وعد الله بانه يملك الاسباط ارض كنعان، ارض الموعد، الارض التي تفيض لبنا وعسلا. وكان تملكهم لهذا الارض وان وعد ربنا يتحقق في حياتهم نتيجة حاجتين: صدق كلمة ربنا وامانة كلمة ربنا، ان ربنا اللي بيقوله لابد ان هو يتم. وهم وثقوا في وعد الله وفي كلمة الله فاخدوها بالايمان. دي اول حاجة، صدق مواعيد الله. وتاني حاجة امانة الانسان في انه يطاوع كلمة ربنا. لو عايزين نتمتع بعمل الله في حياتنا ونختبر ان اللي بيقوله ربنا بيتم في حياتنا، لازم الحتتين دول: امانة الله تجاه كلمته، وامانة الانسان في انه يعيش مع ربنا وينفذ الكلمة دهية. لما الشعب كان امين ودخل الحرب وجاهد، اختبر صدق وعود ربنا حسب كل ما كلم به الرب موسى، ان كلمة ربنا فعلا حقيقية، ان النصرة لله بيعطيها للانسان نصرة حقيقية، ما هواش كلام وهم ولا خيال. لكن لما يلتزم الانسان ايضا بدوره ويعيش بامانة ويجاهد ويلتصق بالرب الهه. ونشوف بعد كده من تاريخ شعب الله ان يوم ما شعب الله فقد امانته مع ربنا وبعد عن ربنا حصل ايه؟ فقد كل الارض دي اللي ايه؟ اللي ربنا اداها له. طول ما الانسان عايش في امانة مع الله، طول ما وعد الله بيتحقق في حياة الانسان. لكن اذا فقد الانسان امانته تجاه الله، بنشوف انه بيفقد كل شيء حتى لو كان اخذ من ربنا. يقول التعبير اللطيف: واستراحت الارض من الحرب. استراحت الارض من الحرب. عاش شعب الله بقى في راحة، راحة حقيقية لما تملك ولما حس بان مواعيد الله وكلام الله بيتم في حياته. عشان كده تبص تلاقي ان سفر يشوع بيتكلم عن حتتين او جزئين: الجزء الاولاني جهاد الانسان وغزو والحروب اللي بيقومها الانسان، وبعد كده بعد الجهاد الراحة اللي بيعملها الانسان. فالاتناشر اصحاح الاولانيين بيتكلموا عن جهاد الانسان او عن غزو شعب اسرائيل لارض الموعد، لكن من اول اصحاح 13 يبتدي عن الراحة اللي شعب اسرائيل وجدها في ارض الموعد. في راحة، مش هتبقى حياة الانسان كلها تعب والم، لا يمكن ان يكون الالم النهاية، لكن في راحة الله بيوعد بيها الانسان. ده اللي خلى بولس الرسول يعمل مقابلة لطيفة قوي في رسالة للعبرانيين. لو طلعنا الجزء ده هو في رسالة بولس للعبرانيين الاصحاح الرابع، الاصحاح الرابع عدد 4 صفحة 356، يقول: لانه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع اعماله. وفي هذا ايضا لن يدخلوا راحتي، فاذ بقى ان قوما يدخلونها والذين بشروا اولا لم يدخلوا لسبب العصيان. يعين ايضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد سارة، اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.
لانه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد عن يوم اخر، اذ بقيت راحة لشعب الله، لان الذي دخل راحته واستراح هو ايضا من اعماله كما الله من اعماله. فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة لئلا يسقط احد في عبرة العصيان هذه عينها، لان كلمة الله حية وفعالة. بولس الرسول هنا بيقول ان كان في وعد ان هم يدخلوا للراحة الجيل الاولاني اللي خرج من ارض مصر، لكن ما قدروش يخشوا ارض الراحة الا بسبب العصيان وعدم الايمان. عشان كده الجيل الاولاني سنة خلال الاربعين سنة في ارض سينا، لكن يشوع اللي دخل الشعب واستراحة الارض دول دخلوا بسبب الايمان. اذا الايمان والثقة في الله هم اللي بيدخلوا الانسان الى الراحة الحقيقية الى تلك الراحة عينها. وبيعمل مقارنة لطيفة ما بين الراحة اللي عملها يشوع لشعبه وبين الراحة الحقيقية اللي بيقدمها المسيح لينا. عشان كده بيقول لنا فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة عينها، ان احنا نخش للراحة الحقيقية، لان شعب الله مدعو الى الراحة. وبيعمل مثل لطيف استراح الله في اليوم السابع عشان يفهمنا ايه معنى الراحة. مش معنى الراحة ان واحد تعب ومحتاج انه يبطل شغل عشان يستريح، لان معنى استراح الله ان مش الله بطل عمل، لان يقول كده المسيح ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. طب فين الراحة؟ لكن معنى الراحة في اتمام العمل، في اكمال العمل، ان العمل اللي ابتداه يكمله ويتمه. هي دي الراحة اللي احنا محتاجينها. عشان كده لما نشوف في سفر اعمال الرسل وفي الرسائل بيتكلم عن فترة الام المسيح وجهاده على الارض وصلبه وموته، ده جزء. وبعدين يتكلم انه بعد ما قام من الاموات عمل ايه؟ جلس فين؟ في يمين الاب، جلس في السماوات. وكلمة جلس بمعنى استراح. بس راحة المسيح مش انه بطل عمل، لكن راحة المسيح في انه اكمل العمل بتاعه. عشان كده لما مات على خشبة الصليب كانت اخر كلمة قالها قد اكمل، العمل الذي اعطيتني قد اكملته. فبقينا احنا مستريحين في شخص المسيح وبالمسيح. ما هو جلوس المسيح بمعناه الراحة، بس مش من اجله هو ذاته، لكن من اجلنا احنا. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس يقول واقامنا معه، ها وايه؟ واجلسنا معه فين؟ في السماوات. ده احنا كمان دينا راحة. الانسان اللي عايز يستريح مفيش راحة الا من خلال المسيح وفي المسيح. الراحة دي هدف بيسعى اليه الانسان. لو سألت كل واحد انت ايه هدفك من كل الاعمال اللي بتعملها في حياتك؟ بتشتغل ليه؟ بتذاكر ليه؟ وبتشتغل ليه؟ وبتجيب فلوس ليه؟ وبتتعرض لغربة ليه؟ وبتهاجر ليه؟ وبتكون اسرة ليه؟ يقولك عشان في الاخر ايه؟ ارتاح. الراحة دي هدف بيسعى اليه الانسان، لكن هل فعلا بيقدر يوصل للراحة دي ولا لا؟ ده الشيء المهم. الراحة دي الحقيقية والراحة الدائمة لا يجدها الانسان الا في شخص المسيح، ان احنا نكون جالسين فيه في السماء. عشان كده فلنجتهد لكي ما ندخل الى تلك الراحة عينها. احد القديسين يقول تعبير حلو قوي، ان ارادة الله، مشيئة ربنا يعني وارادة ربنا، هي وسادة لينة لكي ما اسند اليها رأسي واجد راحة واطمئنانا.
مشيئة ربنا إرادة ربنا دي زي مخدة طرية كده أحط عليها راسي فألاقي راحة وإيه؟ واطمئنان. عايز تجد راحة واطمئنان حقيقي يعيش مشيئة ربنا. مشيئة ربنا هي الراحة الحقيقية. لكن لو انت باستمرار رافض مشيئة ربنا ورافض إرادة ربنا مش هتستريح. اربطوا بين الراحة اللي حققها يشوع وبين الآية اللي قرناها من شوية، لم يهمل شيئا من كل ما أمر به الرب. يعني ايه لم يهمل شيئا من كل ما أمر به الرب؟ يعني نفذ مشيئة ربنا بحجافرها، ما أهملش شيء، فقدر يحقق الراحة لنفسه ولشعبه. أكمل المسيح عمله وأكمل تدبيره وجلس، لأن ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة، ذبيحة كافية. الذبيحة اللي صنعها بجهاده على الأرض من أجلنا ذبيحة كاملة كافية، وبقى هو نائب عنا وإحنا فيه، ومن خلاله نجد تلك الراحة. عشان كده إذا كنا بنعيش فعلا وبنقبل مشيئة ربنا في حياتنا وبنصنع إرادة ربنا في حياتنا بفرح، هنلاقيها دي الوسادة اللينة الطرية اللي نقدر نرتاح عليها في كل الظروف وفي كل الأوقات، لما نبقى عايشين في شركة مع الله، في اتصال دائم، في محبة دائمة، في مصالحة دائمة معاه، نقدر نعيش حياة الراحة الحقيقية. لكن لو في عصيان، في رفض لتلك المشيئة، مش هنقدر ندخل الراحة. أقسمت في غضبي ألا يدخلوا إلى راحتي. إزاي أتمتع بتلك الراحة؟ إزاي تلك الراحة اللي ربنا عايز يديها لشعبه وعايز يدهلنا إن إحنا نعيشها؟ شيء مهم جدا إذا كنت طالب الراحة الحقيقية والراحة الدائمة، ان انا اقبل مشيئة ربنا في حياتي وارادة ربنا في حياتي، واقبلها بفرح مش بتذمر، لكن في ثقة، في ثقة المصالحة، في ثقة المحبة، في ثقة الشركة بيني وبينه، ان كل اللي بتعمله يا رب هو صالح وطيب، هو مريح جدا. لان قيل عنه كده مريح التعاب معزي النفوس. واستراحت الارض من الحرب. الصراع اللي موجود مش هينتهي الا بتسليم مشيئتنا، لكي ما تكون طوع مشيئة الله وارادتنا طوع ارادة الله. بعدين في اصحاح 12 ابتدى يعمل ملخص لكل الانتصارات اللي جابها شعب اسرائيل من ايام موسى لحد ايام يشوع.